انا بديت القانون وقت اللي كنت نبصر نوعا ما، و بحكم تدرب وتولي معناها الشيء يولي تولي نوعا فيه الاستدراج على الاوتار والتناسق ما بين اليدين، يولي حاجه اوتوماتيكيه شبه معناها ما نقولوش شبه ميكانيكيه اما اوتوماتيكيه، خاطر في الموسيقى نوعا ما معناها احساس قبل كل شيء. وواصلت التعليم وبفضل زاد معناها الاختصاص الاولاني في العود، عاوني العود وعاونوا لي الاساتذه من بعد على التأقلم والادابتاسيون تاع التعليم للاله لحاجيات الانسان ك معناها ان بو اليكار. وقت اللي حبيت نتعلمها قالوا لي لا قالوا لي مش ممكن مستحيل لا يجوز اللي تحب انت، بالنسبه للانسان ما يشوفش مكفوف ان يوصل فيه القانون على خاطر فما ديزارونجمون، فما بعد اذا كنت تحب تتعمق فيها فما حاجات اللي بالنسبه للمدرسه كمدرسه عراقيه، خاطر اللي عند عراقيين ما كانتش ممكنه انه نتعلمها. ومن بعد الحمد لله تلقفوني توانسه وتعلمت عندهم وكملت فيها. الحقيقه تحس بالقلق اكثر على خاطر الكونتاكت مع الاوتار، لازم معناها كيفاش نقول لك، لازم تحس الوتر، اسكو الوتر معناها الصاعد ولا نازل على اللي قدام، الوتر اللي قدامه ولا الوتر اللي خلفه، باش تعرف انت في انا مستوى على انا نوتة تعزف، وباش يسهل الانتقال. تعتمد الموسيقى بالاساس على حاسة السمع، معناتها موازن تصور كيف ما حاسة البصر غير موجودة، تصور حاسة السمع تولي قوية برشا برشا برشا. بلاي جست حاب نعقب شوية، آلة القانون من أصعب الآلات الشرقية، معناتها هي تنجم كنت ترجموا البيانو ترجموا البيانو إلى الشرقي يولي قانون، والقانون كل درجة كل وتر في القانون نجموا نستغلوه بخمسة ستة طرق، ستة أصوات نجم يعطينا ستة أصوات مختلفة حسب المقامات. معناتها من أصعب الآلات إنك تبدل الأصوات، الدرجات الموسيقية تبدلوا بالعرب هذوما، من القانون من أصعب الآلات الشرقية. معناتها ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.